النهارده، بس عايز كلمه بس. ميدان التحرير النهارده ايه الاخبار؟ ميدان التحرير ان شاء الله ربي يحركها من الطاغيه مبارك، وان شاء الله ربي يحررنا من الطاغيه. مع اسمك ايه؟ مصطفى السلك. منين اخو مصطفى؟ من بنغازي. ها؟ بنغازي ليبيا. بنغازي. شعورك ايه وانت في ميدان التحرير النهارده؟ والله شعور بالحريه ونشوه غير عاديه يعني. شكرا. الله يوفقك. بس يا لومنا ساعه ميه لوبيا ايه ما اللي بنده يا انت عايز تصور يا بابا.